أجدد العهد لمواصلة التقدم والبناء. مفكر الاستراتيجي دكتور سمير فرج، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر طيبة ورئيس مصر طيب، ويا رب دايما مصر للأمام على طول. يا رب يا رب يا دكتور سمير. دكتور سمير، التحديات اللي واجهت الدولة المصرية في الثمان سنين دول. طيب اسمحي لي مدام عزة ان انا عايز اخد الموضوع بتاعنا النهاردة بمنظور تاني. حضرتك وكل برامج التوك شو النهاردة هتتكلم المصريين بيقولوا ايه وتحليلاتهم. ايوه اسمحي لي ان انا هعرض الموضوع من وجهة نظر تانية. اتفضل. تمام. بعد ما السيد الرئيس السيسي تولى مباشرة في 2014، انا كنت بعديها بشهرين في الولايات المتحدة الامريكية قبل حضور سيادته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014. نعم. وكانت دي الفترة الأخيرة في عهد الرئيس أوباما. أيوه. الرئيس أوباما كان عنده ماشي بطريقة اللي هو ثينك تانك، المجموعة اللي بتفكر له وبيديها المهام. نعم. وكانت برئاسة مادلين أوربرايت. نعم. فعشان مركز كده الفكر، مراكز الفكر اللي مراكز الفكر. نعم. ودي موجودة في كل حتة في العالم. طبعا. فمادلين أوربرايت لما انا رحت هناك وقابلت المجموعه دي كلها هم 17 واحد وقعدت معاهم 45 دقيقه، وقالت لي ميسيس أوربرايت، طبعا كلنا عارفين انها كانت وزيره خارجيه امريكا السابقه، طبعا قالت انها في اخر 4 أشهر دول خدت اهم مهمتين من الرئيس اوباما والرد عليهم. المهمه الاولى كانت هجوم الروس على شبه جزيرة البلقان، وقالت لي دي كانت عملية سهلة، الروس هجموا على بلد واستولوا عليها فكان في مشكلة، ما كانش فيها مشكلة. المشكلة التانية ان الرئيس اوباما كلفها، هل اللي حصل في مصر ده انقلاب عسكري زي ما الاخوان بيقولوا ولا هي ثورة شعبية ايدها الجيش؟ فقالت لي انا اول حاجة عملتها ان انا رحت كلية الدفاع الوطني National Defense College NDC اللي كان الرئيس السيسي وهو ضابط في القوات المسلحه برتبه عقيد بيحضر دوره فيها لمده سنه. الله. ولقيت ان الورقه البحثيه اللي بيقدمها الضابط في نهايه السنه كان اللي قدمها العقيد عبد الفتاح السيسي بتتكلم عن الديمقراطيه في دول العالم الثالث. ايوه. فقالت لي اول انطباع خدته عليه ان هو رغم ان هو ضابط في القوات المسلحه ولكن بيعتقد ان الديمقراطيه هي اساس التقدم. نعم. الحاجه الثانيه ان هي قالت لي انا شفت تقارير اللي جت من السفاره الامريكيه في القاهره. ايوه. كانت كلها بتقول ان جموع المصريين طالعه لانها بتطلب التخلص من حكم الاخوان. نعم. ودي كان اول تاني شاهد. الحاجه الثالثه قالت لي انا شفت المظاهرات الملايين اللي خرجت. وانت عارف في العالم الثالث ممكن الدول تجمع الناس وتمشيهم. انا كنت بعمل كلوز في الكاميرات عشان اشوف وجوه المصريين وهي طالعه في هذه المظاهرات. حقيقي حسيت ان في رغبه من الناس من قلبهم طالعين عشان يرفضوا حكم الاخوان المسلمين. نعم. الحاجه الثانيه بتقول لي بقى دي اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه ان اول ما الرئيس السيسي تولى مقاليد الحكم راح مغلي اسعار المحروقات. وهذا الكلام ما بيتمش في اي دولة بتعمل انقلاب، لان بيعمل انقلاب عايز يطبطب على الناس ويرضيهم ويسيب الاسعار وياخد ديون ويستلف مش مهم، لكن المهم انه راضي الناس. فقالت لي اذا الراجل ده غلى الاسعار لانه كان عايز، قالت كده بالانجليزي ريفورمز، اصلاحات للدولة. والاهم من كده ان الشعب تقبل هذه الاصلاحات. على فكرة ده موضوع مقالتي الأسبوعية بكرة في الأهرام، فأنا يعني بقولها لك بدري يعني. تمام. عرفنا المقال. تمام يا فندم. فقالت عشان كده إحنا لما قعدنا كمجموعة قلنا لأ وقدمنا التقرير للرئيس أوباما أن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية أيدها الجيش. بعد ما خلصنا اللقاء 45 دقيقة بقى في شوية مناقشات وإيه اللي بيحصل وهتعملوا إيه والكلام ده كله، وقفنا ناخد فنجان القهوة على جنب. أيوه. فقالت لي على فكرة بلدكوا دي عظيمة وتستحق الريادة في المنطقة. وقالت لي ولكن أنتوا لديكم كل المؤهلات، ولكن ينقصكم خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي والسياسي.
ايوه عشان كده انا كاتب بكره في مقالي وكأن هذه السيده كانت تبصر ماذا يفعله السيسي في السبع سنوات القادمه. صحيح. وده اللي احنا عملناه، انه عمل نهضه اقتصاديه كبيره جدا. خطه الاصلاح الاقتصادي كانت عظيمه. صحيح. وقبلها انه خلصنا من الاخوان دي طبعاً. مهمه طبعاً. وعمل خطه الاصلاح الاقتصادي طبعاً. اللي نقول ايه 40 50 سنه فاتت محدش قدر يعملها وكان كله خايف. أيوة. عمل خطه الاصلاح. وابسط حاجه ان جت ازمه الكورونا ولم تتاثر مصر بس لكل الدول اللي صحيح. تاثرت بسبب الاصلاح الاقتصادي. صحيح. اما كل الاعمال العظيمه اللي تمت في السبع سنين فطبعا دي اعمال مش هننساها، ولكن يعني انا بقول ان احنا فعلا بنقدر كل ما عمله. انا عايز اقول لك حاجه يا مدام عزه. نعم. انا كنت محافظ الاسر سبع سنين طبعا. لا تتخيلي وانا طول النهار في الشارع وتيجي واحده ست ماسكه ايدي وتقول لي هو انت المحافظ بتاعنا يا بيه؟ اقول لها ايوه يا ست تؤمري. تقول لي انا عندي فيروس سي ومش عارفه اتعالج. لما كنت كل اسبوع بنزل ومعايا مثلا كذا طلب عشان رئيس الوزراء يقول على علاج نفقه الدوله. على نفقه الدوله. لما النهارده نلاقي ان احنا نتخلص في سنه واحده كل القضاء على فيروس سي مجانا لكل المواطنين، اعتقد دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. ومش هنتكلم بقى على وانا ما اعتقدش، وحضرتك صحح لي يا دكتور سمير، على مدار تاريخ الدول انه ما فيش دوله اشتغلت في المسارين بالتوازي. طبعا انت بتخلص وبتقضي على الارهاب تمام، وفي نفس الوقت انت بتبني وبتعمر وبتشتغل في مساله التعمير والبنى في البلد دي على كل المستويات، لدرجه انه فجاه حاجات كتير قوي ظهرت. لا لا لا، وحاجه تانية بقى. انت الاربع اتجاهات الاستراتيجيه بتاعتك في وقت واحد مهدده. صحيح. دي ما حصلتش في تاريخ مصر. صحيح. احنا من التاريخ من ايام الفراعنه والاكسوس هو الاتجاه بتاع سينا. ايوه. عندك سينا اتجاه مهدد، اتجاه الغرب مع ليبيا مهدد، اتجاه الجنوب اسوان السودان ومنابع نهر النيل ومشكله سد النهضه. نعم. ثم الاتجاه الشمالي الاستراتيجي بتاع البحر المتوسط. نعم. وهناك من يتربص بحقول الغاز بتاعتك. صحيح. مع كل ده انت اربع اتجاهات استراتيجيه مهدده. ده كله وبعدين الارهاب والكورونا وداخله معركه التنميه، وبتنمي في كل المجال زي ما قال سياده الرئيس النهارده في كلمته. نعم نعم. يوم عظيم 30/6. طبعا طبعا طبعا. بصي هقول لحضرتك كلمه واحده. بعد 50 سنه 100 سنه زي ما التاريخ كتب عن محمد علي انه مفجر. نعم. مصر الحديثه. نعم. برضه اعتقد انه هيدي للسيسي حقه. صحيح. انه هو الرجل الذي خلص مصر من الاخوان، ودي كانت هتبقى كارثه كبيره لو كانوا الاخوان فضلوا في الحكم طبعاً. وانه قام بهذه النهضه الشامله في حياه مصر. صحيح صحيح. كل سنه وحضرتك طيب، ودايما بستفيد وبتشرف بمداخله. شكرا حضرتك دكتور سمير فرج. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. مفكر الاستراتيجي لخص لنا وقال لنا كواليس كانت بتحصل في امريكا، مش كل الحاجات دي بنبقى كلنا عارفينها. كانوا بيتابعوا الموقف ازاي في امريكا.